بقالي تقريبا 27 يوم ما عملتش فيديو. مده طويله صح مش كده؟ اللوكيشن دوت هو سبب ان انا بقالي 27 يوم ما صورتش بسبب الانشغال. هو اخيرا جبت بيت نوراي فرحانه. بصوا فرحانه وانا لابس بيجامه بقى ومحترم وبتاع. بيت جبت بيت. النهارده يوم اجازه من كل حاجه. النهارده السبت وانا مبعملش فيه اي حاجة تقريبا دلوقتي لان احنا دلوقتي في الاجازة اجازة الدراسة ورايا شوية حاجات بعملها في البيت. يلا بينا نعملها مع بعض وافرجكم على البيت بالمرة. يلا بينا جبل كامل. انا معظم الحاجات يعني عملتها عشان كده ما كنتش فاضي اصور يعني. بس يعني في بعض ده الكرسي. يلا نخش نركبه. مش تقيل قوي انا بهزر. تعالى بقى ناخد كرسي المطبخ. تعالى نعمل كده بره. بصوا معظم الحاجات دي بتاعي يعني الكنبه دي كسرت ظهري انا والشباب صحابي مش طبعا مش هشيلها لوحدي. كتر خيرهم يعني ساعدوني. ما كانش ينفع خالص الواحد يصور اي حاجه. طبعا بقى ان الواحد يجيب حاجه كده اونلاين ويركبها ممتع. افتح اهو قربي كده. ايه ده؟ كده دي احنا ايه نعمل هنا صحة العمليات. ظبط. بقينا عندنا كرسي. ايه رايكم في السيت اب ده؟ لسه مفيش حاجه اتظبطت كتير. نورا ماسكه البتاع اللي بيفرقع بتاع الكرسي طبعا. فرقعي فرقعي تقريبا يعني. شفتوا الكرسي دوت اخد مني بتاع تلت ساعه تركيب وده يعتبر اسهل حاجه من الحاجات اللي بتتعمل صح؟ فاكره انت الحاجات اللي كانت بتتعمل دي كنت شغال ازاي؟ الدولاب ها فاكره؟ ايوه الدولاب اللي مخيم ساعه ساعتين كتير كتير. بس الحمد لله ان الجيران طيبين. الهبد اللي احنا عملناه ما دولاب معقد ما عرفوناش ولا قالوا لنا انتوا بتهبدوا ولا حاجه. بس هو برضه شيلهم وتطلعهم انت ما حسيتيش بيهم لان انا شلتهم انا واصحابي فدغدغنا. خايفني هو بيطقطق من اولها. لا واحده واحده لسه تمنه ما بريتش. يلا نقوم نعمل بقيه الواجبات بتاعتنا صح؟ هو يوم اجازه اه على الورق بس هو لازم الواحد يشتغل ويعمل شويه حاجات في البيت عشان لسه البيت بيتظبط. يلا بينا يلا بينا مفيش وقت. يلا عايزين نرمي سبعتين سبعتين كتير. هنطلع نمسكه اصلا. ده اصلا مليان لازم نطبقه. طب احنا ما طبقناهمش من فوق ليه؟ ايه الذكاء؟ انزل ما انزلش. استنى دي جواها بلاستيك كتير. لا لا انا بحس ان انا بتعارك معاها مش بحطها في الزباله. مفتاح مفاتيح كتير. بص الصباره دي ها الصباره دي تدل على صبرنا ومرمطتنا عبال ما لقينا البيت ده الحمد لله. بص على البريد. طبعا انا نازل بالبيجامه منظر مش لطيف بس يلا. حط لنا جرايد. قلت لهم 100 مره مش عايز اعلانات وجرايد. المكان ده هو ده المنطقه بتاعتنا. ممكن لو معانا عربيه يعني ومعانا فلوس
ممكن نركن في الحته دي، دي او دي او دي، في كذا ركنه. المفاتيح طبعا زي ما انتم شايفين كتير اهي، اكبر مفتاح نبدا بيه بتاع مصدر. طيب مفيش حد بيجي تحت يعني. مش عايز يفتح. صدق اليومين اللي فاتوا كانت امطار حد المرمطه. الراجل قال لي المفتاح ده اصلا ما بيفتحش، ما فيهوش نسخه ثانيه، لو باظ لازم نكسر الباب. وهنا ده المكان ده مفروض ان احنا هنجيب عجله نركن فيه، بس هو معفن اصلا، صعب ان انا اجيب عجله، انا اصلا ما بحبش العجل. ده الركن العجل، هو فيه ثلاث انفار راكنين عجل جوه. بقى هنا دخلة الباب على طول، في هنا ده اللي هو البدروم. احنا شقة رقم 6، مش عارف بندخل من هنا تقريبا ونيجي كده. يلا بينا. حفرة، دي حفرة. بص حتى لو فردت طولي هخبط في السقف. هي تقريبا كان بيستخبوا فيها من الحرب المكان ده. علي كده، هو اي سنة قلنا مبني البناية؟ 1895. يا محمد في عناكب كتير. تعالي تعالي، دي الغريبي. انا مو بدي. طيب ده المكان بتاع بس الدور التاني، هو ممكن نحط فيه اللي احنا عايزينه، بس المكان اصلا مرعب. احنا يلا حاجه اطلع عشان العناكب ما تخش في شعرك. هنا بقى كمان الصاله بتاعتنا دي انا جايبها، في شوية مشمع كده عشان نغطي الغسيل ولا حاجة لو الدنيا بتمطر. وده درج كده على السلم يعني، هو من بعيد اهو. خلينا نتفرج على الشقة بقى نفسها تقسيمتها عاملة ازاي. يلا بينا. ده دي المفروض ان دي بتبقى اوضة النوم اول ما تدخل، دي انا معايا. دي هنا الحمام، كيبو بتاع اوضه سيلف وبانيو كده بتمشي. دي مفروض اوضه المعيشه، وطبعا انا حاطط فيها المكتب، اكبر مكتب في العالم. مش عارف انا جايب مكتب كبير ليه كده، بس هو اكبر مكتب في العالم. كركبه، المفروض انا لسه عايز اجيب تلفزيون في الحته دي، بس مش متاكد يعني، لان انا اصلا مش فاضي ولا انا ولا نوره ان احنا نتفرج على التلفزيون يعني، كفايه علينا اللاب وكده. بعد كده بقى في الركن المحبب لنوره، المطبخ. الترابيزه، الترابيزه دي كانت موجوده في الشقه، هنعمل النهارده سمك بالمناسبه. الجهاز بتاع الاوتو، المفروض ان دي ثلاجه بس هي عشان صغيره شويه فجبت ثلاجه تانية دي اشتريتها، دي كانت موجوده في البيت. ان هم دايما لما تيجي تاخد شقه، هو مش دايما قوي يعني، في معظم الاحوال بس بيبقى مديلك كل الحاجات بتاعت المطبخ دي موجوده، بس بيطلع في شقه. الميكرويف ده انا جبته برضه، بحب جدا الميكرويف اللي بيبقى فيه دي فروست وبتاع. ده في الحوض طبعا، انا مستغل ان الحوض انتوا شايفين كده السقف واطي عليا، فانا مستغل كده عشان ما اغسلش مواعين، عشان يبقى عندي حجه ان انا ما اغسلش مواعين. هنا في البوتاجاز وبتاع، بس كده شقه بحندقه وزي الفل، وتكلفتها على قد الايد. إضاءة كده حلوة، لسه لحد دلوقتي بكتشف إيه الأماكن اللي ممكن أصور فيها عشان يبقى الإضاءة حلوة يعني. معلش ممكن يبقى فيه حاجة منورة، حاجة مطفية، لسه ما تملكتش من المكان، أول مرة أصور فيه بقى. أكتر شيء بحبه بالمطبخ إنه فيه هاي مكان كتير أحط فيه الأغراض، شوفوا. حتى لما فرجيته لماما كمان قالت نفس الشيء، فنفس الشكل هاي الشغلة بالجينات. خلينا بقى ايه نتكلم في المهم، ايه اللي انا عملته عشان اجيب الشقه ديت وكل اللي انا فيه. خلينا نبدا الاول ازاي لقيت شقه. كانت الطريقه اللي انا بعملها ونوره كمان كانت بتعملها، ان احنا كنا بندور على المواقع اونلاين وبنسال صحابنا لو حد عنده شقه وبتاع. بس الشقه دي اخدناها من موقع اسمه فيجي زوخت تقريبا، ده تقريبا اشهر موقع بتاع شقق في المانيا. ورحنا شفنا الشقه، قالوا لنا اللي هي عايزين يبقى فيها كابلز احسن، معظم الناس اللي قدمت كانت واحد لوحده، فاخدناها الحمد لله يعني.
اختارونا اخيرا ما بين الناس، عكس كل مره كنا بنعمل قبل كده نروح. يعني انا رحت انا ونوره بتاع 20 مقابله شقه قبل كده وما اختاروناش للاسف. كان في شقق احسن من ديت، وكان في شقق كمان اوحش، وفي شقق متطرفه. يعني انا مره انا وهي رحنا شقه كان الميه بتاعتها ما فيش، مش متوصل لها ميه من الحكومه وبتاع، في بير جوه المبنى والبير بيطلعوا منه ميه. يعني شوفوا الياس وصل بينا لحد ايه. المهم احنا دي الطريقه اللي احنا اخدنا بيها الشقه. ايه اللي بيحصل بقى يوم التسليم؟ المستاجر اللي قبلينا بيجي يكون طبعا فضى كل حاجته وطلعها من البيت، واللي هو بيأجر لنا بيجي وفي ورقه حاجه اسمها ابجاب بروتوكول تقريبا، اللي هو يعني ايه التسليم، يعني ورقه التسليم ان انا سلمت لك الحاجه زي ما حصل. هقول لكم ليه بعدين. بيفضل يعمل صح بقى على كل حاجه، وحالتها البوتاجاز تمام، البيبان تمام، البانيو تمام، السخان تمام، كل بقى الحاجات اللي في الشقه. يعني بعد كده بيسلم الشخص القديم حاجه اسمها الكاوتسيون او التامين، وهي من هنا جت حته ان هو لازم يشوف المكان كويس، لان هو بيبقى دافع تامين اول ما بيستلم الاوضه او بيستلم الشقه، علشان لو حاجه خربت من الشقه يعرف يصلحها لصاحب الشقه. وبياخد التأمين ده منين؟ يعني من الاخر التأمين راح مني للمستأجر القديم. وبعد كده مسك العقد ادهولي، مضى عليه، وبعد كده ادهولي، قعدت اقرا فيه واشوف المصاريف كام هتتعمل، والحساب اللي انا هحول له الفلوس كل شهر وكده، واداني المفتاح وقال لي المفتاح ده بتاع كذا، والمفتاح ده بتاع كذا، والمفتاح ده بتاع كذا، والعداد تحت، لان انا لازم اصور العداد، هقول برضو ليه بعدين. صور العداد، عداد الكهرباء، عداد الغاز، عداد الميه، صورت كل حاجه تمام اللي انا مستلمها على الارقام اللي في العداد ده. الراجل مشي بقى خلاص، انا ببدا استخدم الشقه عادي جدا، بس في حاجه لازم اعملها. استنوا كده بس الاول نروح نشوف نوره بتعمل ايه، كده نرجع اكمل لكم الكلام ده. نوره ماذا تفعلين؟ سمك. تعمل لنا سمك توابل بقى وحركات. النهار لسه بيروح بسرعه. ده هنا بقى اللي الواحد بيعمله بعد لما بيستلم الشقه وكده، اللي هو هنا مثلا حاجه اسمها شتات فيرك جيسن، لان انا في جيسن. دي بقى ايه ايه هي الحاجات دي؟ ده عقد بتقدم عليه علشان تدفع الكهرباء، تدفع الغاز، ولو ممكن كمان تدفع الميه. وساعات بيبقى الايجار بتاعك بيبقى جواه الميه بتاعت البيت، يعني الايجار. ومن هنا كمان جه المصطلح بتاع حاجه اسمها كالت ميتا وفارم ميتا. كالت ميتا ده معناه ان انت بتدفع ايجار مجرد انك قاعد كده، وهي جايه من اسمها ساقعه، فهي ما فيهاش ولا كهرباء ولا غاز في الغالب. الفارم ميتا بيبقى الايجار مع الكهرباء والغاز وكل حاجه، يعني الشقه كامله بكل المرافق بتاعتها. تدفع الفلوس ديت لمين؟ تدفع الكالت ميتا للي بيأجر لك، وبتدفع اللي هي النيبن كوستن او المصاريف بتاعت المرافق للحكومه في البلد، أو يعني اللي هو شركه الكهرباء او شركه الغاز. بس هنا مختلفه عن مصر في ايه؟ الموضوع المرافق وشركه الغاز دوت، ان هنا انت بتدفع رقم ثابت كل شهر، وليكن مثلا 50 70 يورو ايا كان، هو بيتفقوا معاك بيقولوا لك الشقه مثلا مساحتها 50 متر يبقى هتدفع كذا، مساحتها 100 متر يبقى هتدفع كذا. تتفق معاهم تفضل تدفع كل شهر لحد اخر السنه، واخر السنه بيشوفوا انت استهلكت على قد الفلوس ديت بالظبط ولا استهلكت اكتر. لو استهلكت اكتر بيبعتوا لك ورقه يقول لك انت مثلا عليك 200 يورو تدفعهم زياده، دولت حصاد او تقفيله السنه. لو انت استهلكت اقل بيبعتوا لك برده ورقه يقول لك انك انت ليك فلوس وهنحولها لك على حسابك بتاع البنك. فهم مش نصابين يعني، بيدوا لك كل حاجه. طبعا ما ننساش كل دوت بقى ان احنا محتاجين كمان نت، عشان كده انا محتاج البتاع بتاع السنه كده. اجيب الراوتر، ده الراوتر، بس للاسف مش هعرف اوصله، لازم يجي راجل هنا يوصله عشان الوصلات اللي تحت في البدروم وكده لازم هو يبرمجها بشكل معين. انا واحد بتاع اوتو على طول، ده مش اعلان على فكره، بس هم بيعملوا لي معامله حلوه يعني، بيدوني عروض كويسه. استني الراجل يجي، وهضطر اعمل ابلود للفيديو دوت من باقه الموبايل اللي هي لسه متجدده، عشان كده انا كنت متكتف وكنت مستني باقه الموبايل تتجدد، فهعمل لكم الابلود باقه الموبايل عمال ما النت ده يشتغل. ده نت سرعته 100 ميجا على فكره. هيظبطنا. حان وقت الطعام. فين الاكل؟ اوه الريحه 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 الريحه. طبعا غنوج، كولا، وايه تاني؟ حمص؟ كائن الحمص. ايوه انا بحب الحمص. مين اللي علمك تعملي السمك ده؟
هو نحن سألنا ماما ومامة محمد وبعدين اخترعنا شيء بالنص. حطينا من حاجات مامة محمد وحاجات مامتي وحطينا حاجات من عندنا برضه. اتحاد الحموات يعني. ايوه ونحن اخترعنا كمان. يلا ناكل عشان ننتهي من الجوع. احنا فطسانين من الجوع. خلاص كده بقى كفايه كده. طبعا احسن حاجه الشاي بعد السمك والزفاره والبتاع ده. المهم قبل ما انسى انا ما قلتلكمش لحد دلوقتي انا صورت العدادات ليه. صورت العدادات علشان كمان لما اروح للمكتب بتاع اللي هو شركه الكهرباء والغاز وكده اوريهم العداد هبدا معاكم العقد والعداد مكتوب على رقم كذا عشان ما يحصلش لخبطه. يعني هو كده كده الشخص اللي قبليه بيبقى هو لاغي العقد بتاعه وكاتب الرقم، بس زياده تاكيد يعني ان انا بعمل الموضوع دوت ان انا بصور العداد. حاجه بقى اخيره قبل ما نقفل الفيديو، بعد لما تخلص كل القصه ديت لازم بقى تسجل نفسك عند كل الحاجات اللي انت مشترك فيها انك انت غيرت السكن بتاعك. طبعا اول حاجه ده للاجانب وللالمان ولاي حد ساكن في المانيا، لازم يروح المكتب بتاع البلديه بتاع المدينه ويروح يسجل في المدينه، يعمل حاجه اسمها اوميلدن. ده لو هو كان ساكن في نفس المدينه ونقل لبيت تاني في نفس المدينه، لكن لو هو رايح لمدينه جديده ونقل فيها وجاب شقه جديده يعمل حاجه اسمها اوميلد. اتنين ببلاش وبتروح تعمله من موظف بيطبع لك ورقه وخلاص تمام، عشان يجي لك بقى اي جوابات على السكن الجديد دوت. ولو انت بقى عندك حساب في بنك ولا حاجه بتروح برضو البنك تغير العنوان بتاعك، عندك التامين عشان يبعتوا لك بريد ولا اي حاجه. المهم يعني كل حاجه انت مشترك فيها وبيجي لك طبيعي بريد منها لازم تروح تغير العنوان بتاعك من المكان اللي هي يعني المبنى بتاعها. خلصت كل القصه دي، مبروك عليك انت اخدت سكن جديد وعيش حياتك. دي باختصار قصه السكن كله. اسف ان انا بتاخر عليكم في الفيديوهات، بس كانت ظروف زي ما انتم شايفين كده النقل مش سهل، خصوصا ان انا المره دي مش بنقل نقل بس، انا كنت بنقل وبجيب عفش، كان الموضوع مش لذيذ بس كده. فلو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، واللي مش عامل سبسكرايب لحد دلوقتي يعمل سبسكرايب، واشوفكم قريب جدا في فيديو جديد. انا نور، يلا سلام.